وإذاعة بانوراما. الحقيقة اليوم سيلفي دجور مش يكون من أحلى السيلفيات كما نقولوها، لأنه مع قيدون اشتغل بالإذاعة وأسعد الناس بتعليقاته الرياضية بصوته الجميل برباطة جأشه في بعض المواقف. الحقيقة حبيناه وحبوا كل الأسرة الرياضية، كل المشجعين للفرق، حتى الفرق كانت صغيرة ولا كبيرة، الكل كانوا يعشقوا ويحبوا صوت مختار بكور. وأكيد مستمعي إذاعة صفاقس وحتى الإعلاميين تو يسمعوا فينا في تونس، أكيد كي مش يسمعوا صوته مش يفرحوا برشا. احنا اليوم متوجدين إلى جانب سي مختار بكور، المعلق الرياضي المتميز واللي تربيت على يديه أجيل وأجيل، باش نقولوا له إن شاء الله باللطف عليك يا بابا بعد ما أجرى عملية جراحية. سي مبروك سي مختار. سي مختار صباح الورد. نهارك سعيد يا بنتي، الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك. يعيشك يا ربي. الله يبارك لك، الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا باهي. الله يسلمك، راهو واسمع. إي. الناس كي تحب الناس، ها؟ مشيت أثرك وين تسمع بي كذا، أنا سمعوا بي الناس كوكا عملت الحمد لله عملية جراحية وناس حالتو وما زلت في الجميع، لكن فضل ربي سبحانه وتعالى لباس والحمد لله. علاش هذايا؟ لأننا نحب الناس والناس يحبوني. كانت في الساقس، في الساقس أربع جمعيات في القسم الوطني. كانت النادي السقفي، وبعدها سيكك الحديد السقفي، ومن بعدها الملعب السقفي، وبعدها محيط قرقرة. يقولوا لي كيفاش انت في هالاربع جمعيات كي نسمعوك تعلق على المقابلات نتاعهم ما نحسوش بيك تحب هذه ولا هذه، لان نقلها نعتبرهم كلهم ولادي واخوتي وكذا، وبكلهم ولاد الساقس وبكلهم يلعبوا باسم الساقس، لذلك هك علاش حبيتهم. الحمد لله. وهك علاش الناس يحبوني، هك علاش. الحمد لله. بكل فخر زاد مش هكاك وبرا. ربي يخليك وربي يحفظك يا بابا. الحمد لله يحفظك. احنا ما نحبوش نطولوا عليك، نحب نقول لك الف سلامة عليك وربي يخليك وربي يحفظك ان شاء الله. يحفظك ربي ان شاء الله من كل سوء، يحفظك ربي ان شاء الله انت وزوجك وسياراتك ولاباس. يعيشك يعيشك. هذا سي المختار الباهي. نعم يا هند، نسمع فيك اكيد نسمع فيك. اكيد. عندك راديونا حل من عام 67 يا هند راهو سي المختار يعلق في التعليق الرياضي. هاي وحكى على المحبة زيدا يا هند، أكيد حكى على المحبة وأهمية الإنسان وحرفية الإنسان من أجل أنه يقدم رسالة جميلة ويقدم رسالة ممتازة لكل الناس. أكيد احنا مازلنا مش نحاولوا ناخذوا مريم هاي اللي جنبي زميلة تعرفها كل زيدا اللي جنبي واللي جنبي كبيرة المدير إذاعة صفاقس اللي كنا اليوم الحقيقة فريق كامل من إذاعة صفاقس اتنقل لهنا باش نقولوا ألف سلامة لسي مختار بكور. سي مبروك، نهارك طيب. نهاركم زين وتحية صباحية إن شاء الله متميزة للمستمعين ومستمعاتنا كل. طبعا احنا ماهوش حاجة جديدة على إذاعة صفاقس وعلى تقاليد صفاقس أن نزوروا هذوما العباد المؤسسين، نعتبرهم. سي مختار كان يحكي لنا كيفاش كانوا ينقلوا وكيفاش كانوا محايدين. شوف تو شنو قال، قال لك أربع فرق ناخذ نفس المسافة منه، بدا يدرس إلى اليوم مازال نتعلموا فيها، احنا نشوفوا ساعات نحيدوا عليه ولا حاجة. المهم هو شغل بصحة باهية، قاعدة معاه زادة مضحكة، أنا نحب نتخيلوا كيف كانوا الشباب كيفاش، لأنه صاحب نكتة وصاحب ذكريات جميلة وصاحب انفتاح وشيء يعمل كيف إن شاء الله. نسلموا منهم برشا أفكار باهية، نسلموا منهم برشا. معاك يا هند، معاك يا هند. جات أكيد. أكيد بعد شوية هند، بعد شوية اليوم الدراسي مش ينطلق في التاسعة صباحا، كان تعطينا فترة عليك في نفس الوقت. توه مازال بكري عنا يوم دراسي كبير، هو اليوم إن شاء الله حول مجلة الجماعات المحلية، يجرور
سيد العميد الكبير سيد نجيب بكوش الذي أشرف على سياق هذه المجلة بحضور كذلك هو يدخل أربعة اللي أنجوا هذه المجلة على رأس مسعيسة بحضور سيد العميد سيخلي الفندري تحشرف سيد والد جيه سيكون يوم جميل برشا على الجانب المالي الجانب التشريعي الجانب الإداري والجانب القضائي المراقبة القضائية بحضور رئيس محكمة الإدارية يعني عنا يوم باهي نعتبره متميز لي وبحضور كيف هذا برشا كل العناصر المنتخبة للمجالس البلدية بجهة سباقس وبجهة القروان اللي غطيناها معنا إن شاء الله مش يكون يوم نعتبره جميل يوم فارق في تاريخ السلطة المحلية. أكيد أكيد وما أدراك من المجلة المحلية مجلة فيها برشا نقاش لأنه ثم يعني هي حاجة جديدة ضربة جديدة مسار آخر جديد في التربية على الديمقراطية لازم نحن نوهموه ونعرفوه إن شاء الله. أكيد أكيد شكرا ليك سي مبروك. بارك الله فيك. أكيد يا هندا. بكور نجم النجوم نجم التعليق أكيد خلينا نصبح عليه طارق. صباح النور يا طارق. صباح الخير. اسمح واجهك. الحمد لله على سلامة الوالد. عايشك بارك الله فيك. ربي يحفظه لك إن شاء الله يا ربي. الله يخليكم بارك الله فيك. وربي يزيده في اللطف والشفاء. عايشك. شكون في الدار يعيشك يا مهدي. يعيشك وتحياتنا من خلالك لكل الأسرة. أهي مليومة إلى جنبي ودي تعرف مليومة البنت المدللة السي المختار سمحنا مش كم مريومة راهو زوز بنوتات وصغار الكل صحيح أكيد فاطمة وصديق زيدا نوجهو لهم تحية في الصباح هذايا مريم الحمد لله على سلامة الوالد يعيشك بارك الله فيك ومرحبا بكم يعيشك يا لالا حنا نقول له ألف سلامة عليه وانت شنو تقول له في الصباح هذايا ربي يشفيه وربي يطول في عمره إن شاء الله ربي يخليه رمضان ومبروك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وحنا نقول له رمضانك مبروك زيدا يعيشك والتحية زيدا نوجهوها لزوجته الزبيدة اللي تحملت أكيد راهو أي إعلامي ناجح وراه راهو لازم تكون فما مرأة أو رجل متميز ليقدر العمل الإعلامي ويعرف أهمية التنقلات بالنسبة للإعلامي وأهمية كذلك التعب وسهر الليالي ومشاق المهنة هذه فتحية ليها تحية لكل أبنائه والحقيقة احنا كنا صغار سي مختار بكور لأنه تربينا على صوته تربينا على المبادئ اللي علموه لنا سي مختار بكور والعديد من الأسماء السيدة جيد وغيرها من الأسماء اللي تعلمنا عليهم الله يبارك في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية الحقيقة هذه هي أطلالتنا الأولى أما بعدين زيدا مش نكونوا في أطلالة أخرى أكثر رمضانية ومش نخلي الكلمة الختامية لسي مختار يا هندا سي مختار كلمة ختامية للناس اللي تحبك وتسمع فيك تو بارك الله في الدائرة أنا هكاش حبيت أقول هو كونه وقت اللي وقعت مشكلة مني صرف فيها تلعب ترجي وتلعب النادي الشخصي مشات الترجي ماركات هدف مو صحيح وانا قبل ما ندخلوا للاستاد قلت لهم اليوم نهار كبير زوج جمعيات كبار ترجي جمعية كبيرة النادي الشخصي جمعية كبيرة جمهور كبير ثم واحد هو الحكم قال ان شاء الله يطلع كبير كيف وقعت المشكلة ودخلت بعضها واحد كلام قلت له كمشي جمهور كبير والجمعية نادي الشخصي كبيرة والترجي كبيرة أما الحكم طلع ماهوش كبير هذه مطريف يا هند محليه 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 الرجل هذية راهو عسل بأتم معنى الكلمة هذه الكلمة ممكن اللي تلخص الرجل هذية هالقامة هذية على قد ما تقعد بحثيها على قد ما تتعلم على قد ما تاخذ عبر من حياته ومن اللي قدمه للإعلام الله يبارك في عمرك سي المختار أسعدتنا بأن نكون بحذيك وانك تقبل انك تستقبلنا رغم انه مازال لحد الان في المصحه ومازال هو لحد الان في الفراش ان شاء الله كل الشفاء العاجل ان شاء الله نجيو المره القادمه وانت تبدا منور في الدار ان شاء الله باذن الله يعيشك سي مختار مالك اسعد الايام يا سيدي الله يبارك لك في صحتك وفي كل شيء يعيشك ورمضانك مبروك سي مختار هند ان شاء الله نتلاقاو في المحطه القادمه على عين المكان اجمل التحيه من كامل الفريق اكيد